ما احنا نحضر تسمع شجنين العصفرة دي مصنع داكن يعني روح يخلع حندوق يلا سقفة وفضي السجنين المجال مخلي من المكان طلع سلاح كده رب شطان نحنا ننزل نكسب فورة شمولا كل دماء المشاجرة اصول بدراع نحنا حملة نجيب وصداع وانت ترقد جنب الدورة احنا نشتري صعب نبيع الاحترام دكتور وضريع لا بقول لك لسه شارب قهوه بس بس رجعت لزقت في الحيط لا انا واقف جنبك طب انا والكلب بيهوهو ولعب زي ما انت شايف بس بس عمر اول ما هوهو لازق في الحيط بس خد تعال خد تعال في ايه في ايه مال صوتك عالي ليه صوتك عالي ليه ايه اسمع الكلام عديك على وش خد تعال هنا اطلع فوق اقعد بقى راجل بقى كده يقول اقعد يعمل المشكله من رايح دول تعال يلا اديله حضني يلا تعال اطلع جدع راجل ما تخافش تعال تخافش راجل هي ايه تعال تعال طب تعال 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 انا هعمل معاك واجب دلوقتي بص 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 هقول لك دلوقتي بعد شويه هتطلع تجيب لي من بره بعد كده اه والله هتشم ريحتي وانا جاي الناس هتكروشنا من الباب خلاص تعالى هنا تعالى تعالى هنا خلاص لا ده طلبتك طلبتك هو شمم فيك ما كولكشن كلام حته بقى قبل ما نجوزه الكلب وقبل بقى ما نعمله اي حاجه مع مليكه بقى بص هتعمل ايه بقى معانا في الكلب خطر يلا مع ان الكلب يعني شرس لا خلاص سيبي بقى ديله امسكيه بقى من رقبته خد عليه شغليه على بابا بقى شغليه على بابا كده بالراحه ايوه بالراحه يلا ايه ده سابك ومشى نادي عليك اقعد على الورق يلا عادي ربيه كده اقعد يلا اقعد 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 بقول اقعد اقعد يا عم اقعد اسمع الكلام اقعد اسمع الكلام اقعد خد اقعد اقعد ما ينفعش كده اسمع الكلام اقعد على الارض اقعد خليك راجل اقعد سد جدع موجود ماشي عشان بقى احنا ما نطولوش بقى ايه معاه ونشوفه الدنيا تعال ماشي يلا ايوه ماشي النوم خالص ايه يا حبيبتي طبعا قلنا قبل كده بنبصوا على النتايج ونشوفوا الفرق بتاعنا
كبير صغير واسع ضيق فيها لادر ولا بيليا فيها اي حاجه طبعا ده كده دي اول جوازه لي لا شد بقى شد عشان عمال ما نبص على البتاع بس فين وصلنا طبعا تيجي تعمل طيب استنى نعرف مثلا النتايه حايده ولا مش حايده تبع كده اهو اهي بص النتايه عملت ايه لا واحد دي اول حاجه بص استنى يا ابني عشان بنتكلم الناس بص تاني حاجه بنبصوا الفرج بتاعها في مثلا دم ما فيهوش دم كده ما فيهوش اهو زي ما انت شايف اهو النهارده ما فيهوش دم سبع ايام او ثمان ايام بتجيب دم بعد كده تجوز الفتره بتاعتها بتقعد لها بتاع حوالي 8 9 ايام اللي هو وقت الايه الجواز بتاعها تمام بعد كده بتشوف بنشوفه بقى النتايه هل ضيقه واسعه لا قدر الله فيها بليه ما فيهاش بليه الكلام ده هي النتايه شكلها مخلفه بليه لكن النتايه ضيقه عشان كده الكلب مش عارف ايه اللي هو يتجوز وممكن يكون الكلب بيطلع ومش عارف برضه عشان اول جوازه لكن النتايه ضيقه في كلاب بتبقى ضيقه مع ان النتايه والده قبل كده ان باين اهو من صدرها لكن الفرج بتاعها ضيق عشان ضيق يبقى لازم نعمل ايه لازم اللي احنا بنساعد الذكر نمسك النتايه وبيطلع عينه هنشوفه ايه الدنيا ان شاء الله ونشوفه ايه المشكله لان الناس قالك ما قعدوا الشيش بقالهم بتاع يومين مفرومين مع الذكر والنتايه وجالهم بيقول لك كذا حد عشان يعرف يجوز ما حدش عرف يجوز ناس برضو بتاع الكلاب ولكن احنا جينا قلنا مش كل مثلا بتاع كلب بيعرف يجوز في حاجات عادي بتفوتها مثلا الناس مش شرط الجوازات لان الجوازات دي بيبقى ليها سيستم هنشوفوا ايه اللي هنعملوه ونقابلكم ان شاء الله واحنا بنجوز طبعا لما بيبقى الفرج ضيق بتاع النتايه بنلجا مثلا بنجيبوا حته فازلين او حته كريم او حته زيت اللي احنا بنلين بيه الفرج عشان يبقى سهل اللي يساعد الذكر اللي هو يخش لان هي ضيقه والكلب اول جوازه هيفضل يفرم نفسه مش هيعرف اللي يخش والذكر اقصر من النتايه فهيغلبك لازم برضو حاجه اللي الذكر يطلع عليها عشان يبقى اعلى من النتايه عشان يساعدك يلا بينا هنا عشان الذكر عالي بنشوفه لو في حته خشبه في ابلكات يعني حاجه تبقى عاليه ان الذكر يطلع عليها هنا حلو قوي بقى اللي الحته دي نازله اهي وهنا العاليه عشان الذكر يبقى اعلى من النتايه يعرف هو ايه يلا يا جدع روجي يلا جدع سيب جلد انت بالروح بالروح استنى لا لا ما ترفعش كده سيب ارفع النتايه عشان النتايه فيها ديل فيها ديل لا سيب سيب روح مكبتها الكلبة بكده روح مروح سماع الصوت ده انا اول مرة اسمعه منها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي بسم الله جدع خطر راجل كابتن احمد طبعا بس اصل ابو الكباتي في كلاب ممكن يكون نافخ في الفرج من جوه بس ما طالما ما راحش لغايه الاخر ممكن يقعد خمس دقايق ويطلع راجل طبعا بنبص هنا اهو بنمسكه من تحت كده من عند النتايه عشان نعرف للكلب نافخ فالحمد لله وطبعا في كلاب بتبقى اخر الطرطوفه عنده طريه لما بيجي يخش بالفرجه بيبقى متني مش عارف اللي هو ايه يخش فبنضطر ان احنا بنديله حاجه مكمل غذائي برشام او ابره اسمها سيلينيوم دي بتقوي الطرطوفه بياخدها قبل ما يجي يتجوز بست سبع ساعات انا كنت هعمل معاه كده اهو لان هو كان عنده الطرطوفه عنده طريه لما بيجي يخش في النتايه مش قادر يخش كده فبيضطر ايه اللي هو يمتني فانا كبست اخر مره على اساس نشوف الكلب ايه اللي هيحصل
قلنا لو ما دخلش كده المره دي يبقى خلاص هياخد البرشام وبكره نجرب معاه. فالحمد لله ربنا ساعد معانا، كبسنا الكلب لغايه الاخر ودخل، لان النتايه الفرج ضيق وهو عنده الترطوفه طريه، فكنا هنجيبه برشام بكره. قلت له خلاص دي كده اخر محاوله، ربنا اراده الحمد لله. واللي ايه شبط، والكلب اهو زي ما انتم شايفين، ربنا يبارك له ويكرمه خير ان شاء الله. وزي ما انتم شفتوا كده اهو، بنوري لك ليه عشان انت تبقى عارف وعندك خلفيه. صادفت معاك كلب بيبقى ما عندهمش مشكله ولكن مش عارف يجوز، او ان فيها مشكله، هما قعدوا يومين مش عارفين يجوزوا، جابوا ناس ما عرفتش تتجوز. ليه؟ النتايه الفرج بتاعها ضيق مع ان هي مخلفه قبل كده، والذكر اول جوازه فبيضرب سريع، الطرطوفه عنده طريه، فانت بتقعد تحاول معاه مره الثانيه الثالثه عشان ما تهدش الكلب، ولغايه ما بتعرف ايه المشكله ايه الدنيا عنده. النتايه لو ضيقه بتجيب فيزلين او بتجيب شويه زيت بتوسع معاه فبي ايه بيزحلق معاك. الدكر الطرطوفه عنده طريه، يبقى انت هتسيب الدكر لتاني يوم، بيبقى انت ما بتاكلهوش، بتديله قبل ما تيجي تتجوز بست سبع ساعات برشام او ابره اسمها سيلينيوم، بيشد العصب بتاع العدو بتاع الدكر. وزي ما انت شفت كده اهو، نرجو ان احنا نكون فدناكم، وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو ان تكونوا استمتعتم معنا. ومن هون سادتي وسادتي، نتعلقتنا اليوم والى اللقاء في الحلقه القادمه.